السلام عليكم ورحمه الله. سابقا شفت فيك كتو حنا كنتو الان بالشاطئ سيد الحال لواحد الكارثه هذا الصباح. هذا الصباح صبحات تل الغرق ديال واحد زودياك هذه باقي حديثه العاد، يلا جديده يلا مصيبه دخلوا بها شي وحدين. كيقولوا بانه جو زوم من شي غابه وصلوا بحال طوموبيلات وهو دخلوا، وكاين الفلوكه خرجت هنا خرجت الفلوكه تقريبات خرجوا منها 28 شخص حالات باقي مقلوبين بالنعاس ومقلوبين بالخرعه وشي. وكيقولوا بان الفلوكه كانت فيها تقريبا شي 65 واحد، هاد الزوديه كبيره كان فيها شي 65 واحد. ثلاثه لقاو الحتف ديالهم ماتوا، رازوهم للمستشفى هنا بسيدي الحال. ومازال البحث جاري على افريقيا، كتشوفوا كاين استنفار كبير هنا في رجال الدرك الملكي والقوات المساعده والسلطات المحليه. هنا راسهم سيد القائد وحتى السكان ملي سمعوا الخبر كلشي خرج كلشي جا هنا باش كيشوف يتاكد ويشوف، خايفين على وليداتهم خايفين على كلشي. ولكن كيقول بان هاد الناس هادو ما جاوش من هاد البلاصه، لان اللي خرجوا حاولوا يسولوهم لانه راه ما جاوش من هاد البلاصه، خرجوهم تجمعوا في سلا، كيقولوا بانهم تجمعوا في مدينه سلا وهزوهم شي اسطافات كبيره من بعد تم النقل ديالهم لواحد الغابه اللي حدا البحر بالليل. عطاهم بيلات كيهدشي على حساب الاقوال ديالهم ودخلوا من البحر. هادو مجرمين، هاد المجرمين هاد المافيا ديال الهجره السريه اللي ضحاو بارواح ديال هاد الوليدات هادو اللي وليدات باقي صغار في مقتبل العمر. وكيقول واحد بانه عطاو 3 مليون لواحد، 3 مليون لواحد راه ماشي سهله، و 65 واحد كيف كيقولوا هما على اللسان ديالهم 65 واحد. لحد الساعه تقريبا شي 28 واحد اللي خرجات، شي وحدين خرجوا 200 والباقي راه مازال بحث جاري. لكن كتشوفوا معايا ما تبقاش شوفي، لكن استنفار كبير من رجال الدرك الملكي وحتى الوقايه المدنيه. لكن كتشوفوا ها الوقايه المدنيه، هذه واحد مجموعه ديال سيارات الاسعاف ديال الوقايه المدنيه والمنقذين السباحين وال الناس ديال الوقايه المدنيه اللي عندهم تخصص هنا في البحر. دابا البحث مازال جاري، داخل واحد الموتور ديال الزيسكي داخلين باش كيبحثوا، مازال كيبحثوا على الأنقاض ديال البحر. شويه داير خطر لأن البحر راه متقلبش، لكن تشوفوا الموتور داخلين فيه والآخرين هما هنا مازال كيتسناو هنا برا. حتى الناس البحرية الملكية هما كيتواجدوا هنا، كتشوفوا معنا متابعين شوية. السيد القائد لحظة الوصول الخبر ديالو على الفور الصباح اليوم تم الانتقال ديالو إلى الشاطئ. السلام عليكم سي العلوي، أنت خويا أنت من السباق الخبر هنا وصلت للمكان، عاودي الأجواء كيفاش دايرة هنا سي العلوي؟ خليفة الجوتات مازال كتخرج من البحر حسب المعطيات اللي توصلت بها قناة شوف تي في، بأن هذا القارب كان على متنو 65 واحد جايين من شي غابة قريبة لمدينة سالا، وصلوا هنا تقلب هذا القارب 28 واحد خرجوا حيين، جوج بنات ميتين وشخص في خمسيني. يلا خرج دابا حضرتي اللحظة ديال الخروج ديالو، جوج هامدة يعني ثلاثة ديال الجوجات، ولكن 65 واحد راه باقيين نساء ورجال داخل هذا البحر. وإذا بغيتي تجي معايا باش تعرف الوقاية المدنية كنشكرهم بأن باقيين مجدين لي ساك كضافر داك الخناشي باش يوجدوا يخرجوا الجوجات. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومتعازين الحارة الأسر ديال الناس، وهذه رسالة للناس باش اللي باغي يحرق ولا باغي يمشي بطريقة غير شرعية النتيجة راه ماشي ديما غادي تخرج سالم. تماما تماما أخي العلوي، ونشوف الأسر ديال هاد الناس ديال هاد الناس اللي تشوفوا اليوم واللي باقي داخل البحر. سي العلوي ما كاينش شي أخبار من كاين حاضروا؟ كيقول المعطيات الاولى كتقول بانهم جايين من جهه سلا، تجمعوا في سلا، تجمعوا في سلا، شي غابه جهه سلا وجاو هنا وكبوا في القارب ووصلوا هنا والقارب تقريبا. يعني هذا السيد اللي دار هذا الشيء راه عارف شنو كيدير،
يعني مثلا لهنا راه ما غاديش في اتجاه اوروبا ولا هذا باغي يقتلو. تمام كيف سمعتوا معايا؟ ولكن اكيد المصالح الامنيه والدرك الملكي كيف كتشوف غادي يفتحوا تحقيق معمق تحت الاشراف النيابه العامه المخصصه وغادي يوصلوا لهذا الشخص وغادي ياخذ عينان الجزاء ديالو. سي الهلاوي القضاء المغربي. سي الهلاوي سمعت انا بان الزودياك اللي كانوا القارب اللي كانوا المتنو حديث الصرع. ما هضر معنا واحد الخبير في هذا الشيء ديال قال لك هذا القارب خاصو على الاقل يبقى واحد 3 ايام في الماء، على الاقل يبقى 3 ايام في الماء باش داك العود كيتجمع مع بعضياته. هو يلاه صايبو هذا حديد صنع صايبو وهز فيه الناس، هو عارف بانه هاد الناس ما غاديش يوصلوا لاوروبا، ما باغيش يوصلوا لاوروبا، باغي غير ربما باغي يقتلهم، هزهم وجابهم لهنا وقلبهم. وهذه ماشي اول مره كتوقع، وقعت عدد من المرات، واكيد القضاء المغربي الشامخ غادي يضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه انه يقتل المواطنين المغاربه. ومره اخرى كان اسم قناه الشعب قناه تي في قد متعازل الاسر ديال هاد الناس، بقول لكم انا لله وانا اليه راجعون. كيف سمعتوا معايا متابعي قناه تي في على لسان الاخ العلوي اللي خذ واحد المجموعه ديال المعلومات هنا من الناس ومن حتى من اللي كانوا خرجوا، لان هذا القارب كان على المتن ديالو 65 شخص، 28 خرجوا وثلاثه ماتوا فالله يرحمهم، ان لله وانا الى راجعون. اذا راه انتم عارفين شحال باقي المجموعه 31، اذا باقيين تقريبا شي 24 واحد او 27 واحد. كيف كتشوفوا معنا متابعي قناه شوتوي استنفار كبير هنا في النازل الوقايه المدنيه. سواء رجال الدرك الملكي، السلطات المحلية، القوات المساعدة، القوات المسلحة الملكية اللي تاهما حاضرين، وأسود الوقاية المدنية. معنا متابعي قناة شو تيفي، قلت لكم هنا كاين استنفار كبير هنا الناس ديال الوقاية المدنية، أن دابا كندخل للزودياك الثانية بعد ما خرجوا لعبوا ودخلوا المرة هذه كندخلوا عاود ثاني باش يأزروا الزودياك الأخرى اللي كاينة. هادو الناس مختصين، مختصين في البحر، الناس ديال الوقاية المدنية اللي مختصين في البحر. أسي طريق إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا، إنا لله وإنا راجعون. راه الناس هادو الله يهديهم الله يهديهم، راه ماشي اخويا راه ماشي حرقوا من مسجد الرحال، راه خرجوا في سيدي الرحال، هادو على ما اظن حرقوا من شي بلاصه اخرى. كيف قالوا كيف قالوا حنا قلنا جمعونا في سلاح ودونا في واحد الصفيط وجابونا واحد الغابه عطونا بيلات وقلنا ندخلوا ودخلنا في الزودياك. وكيف قلنا واحد الخبير واحد السيد قال لنا تجربه هنا الزودياك باقا جديده، الزودياك ديال الخشب باقا جديده، نورمالمون الزودياك باقا جديده، عرفتي الخشب كيشرب الماء، الا شرب الماء كتكون باقا جديده كيشرب الماء كيتقال. قال لك هي انا خصك تبقى واحد 3 ايام ولا 4 ايام في الماء حتى كتشبع الماء مزيان عاش ممكن تصلح تدخل بها ولا تصيد بها ولا لا زالها السفر الامني هنا نازل وكاين مازال كيتسناو وعندهم الاكياس ديال الكادافر مازال كيتسناو تخرج شي حاجه. البحث مازال جاري ديال الناس ديال المختصين ديال الوقايه المدنيه الناس البحريه الملكيه حتى هما حاضرين هنا هو واحد حاضر الناس السيد القائد ديال المنطقه مشكور اللي حضر هو والاجهزه ديالو مشكور للاعوان السلطه اللي عطاو الخبر في الوقت ديالو. انا كي كتشوف معنا متابعي قناه شو تي في مازال البحث ساري مازال الناس كيتسناونا. الناس مازال كتنتظر الناس اللي ميطرنا زور هاد المنقذين السباحين كلهم مازال كنجيو هنا كيبحثوا كيعوموا يمكن يكون واحد كيبس بالطريقه ديالو.
اخويا حماده نزل مقيم مدينه داخلي الناس مقيم المدينه الداخليه كيف كتشوف راه بالها كيبحثوا داخلين جوج ديال المواطر ديال الزيسكي راكبين عليهم نازلين وكيد المدنيه الناس مختصين راه كيبحثوا في كل مكان في اعماق البحار داخل داخل البحر باش كيحاولوا يشوفوا لان البحر لقيت دابا كيبان الاخ البحر صعيب عامر باقي كيدير دافع باقي مكرفس ملي كيهدا البحر غادي يبان خرجوا ثلاثه جوج بنات وواحد الراجل 60 50 تقريبا في العمر ديالو الله يرحمه مسكين الله يرحم الجميع ان لله وانا الى راجعون ان لله وانا الى راجعون انا كتشوفوا معنا متبقا شفتوني نزل الوقايه المدنيه نسخروا جميع الاجهزه جميع مجموعه السيارات ديال الوقايه المدنيه مشكورين صبحت مع جاري لكن كتشوفوا نازل ديال الدرك الملكي نازل الدرك الملكي من الساعة الأولى ديال صباح اليوم تلقى الخبر تقلوا العلم كان مشكورين هنا الذي درنا كي يحاول يأمنوا من هذا المكان هذا لكن كتشوفوا معنا متبقا جدوي تم الاحتفاظ ببعض الأشخاص اللي عند رجال الدرك الملكي باش نادى الدرك الملكي باش يديروا يكون البحث ان شاء الله البحث جاري مع السلطة القضائية للدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة كما كتشوفوا هنا مشكورين من رجال الدرك الملكي اللي مازال هنا كيجيو باش يأمنوا هنا خويا الأمن ورجال ديال الوقاية المدنية راه مازال داخلين كيبحثوا راه داخل الداخل راه مازال داخلين كيقلبوا بحث مازال جاري لان المصادر اللي قالت كنا كان 65 واحد خرجوا 28 زائد 3 اللي ماتوا الله يرحمهم هي 31 باقيين 34 34 واحد تقريبا ديال الهضره اللي كيقولوا هما الهضره اللي قالوا الناس اللي نجاو شي وحدين منهم اللي نجاو اكثر من الحرق ديال الحرق ديالهم 3 مليون لواحد هاد المجرمين هاد المجرمين اللي كيضحيو بارواح ديال الشباب وديال الناس اللي طامعين في الهجره راه الهجره تما كتشوفوا الناس اللي كتفكر تهاجر في اعماق البحار الهجره السريه راه المصير ديالو راه مجموعه ديال المناطق هنا بزاف ديال البلايص اللي كيوقع لهم هاد الشكل راه كيدخلوا من قوت ويخرج من قوت انسان تفكر تخدم دير مشروع 3 مليون راه ممكن دير بها مشروع هنا مشروع خير وتخدم كاين مسكين اللي مسلفها كاين اللي واحد كاين اللي يجمعها بزز خدمتها هي باش يجمعها ولكن هاد المافيا الناس ما كيخافوش الله المافيا ديال اللوبي ديال الحريق نتمنوا ان شاء الله القضاء ياخذ جزاء منهم كتشوفوا معنا متبقا جدوي وي سيدي الحال نوح السوالم اخويا السوهم اقليم سطات عملت مرسيد اقليم سطات كتشوفوا معنا متبقا جدوي نزل الوقاية المدنية حتى الناس البحرية الملكية اللي حاضر حتى هما هنا كتشوفوا المرسيد قاعد خاص في الصباح بكري تقل من بعيد المكان قلت لكم معايا متبقى على سوشيال ميديا البحث مازال جاري داخل البحر رشيد قال لي بعد ما نسب هذا الشيخ خدم كاين كاين ما تخدم راه الناس الناس قلبت سير لكم السفر كبير ديال الناس ديال الوقايه المدنيه مشكورين على المجهود الكبير اللي كيقوموا به Thank you.
مازال العائلات كيجيو، الناس كيجيو كينتظروا هنا يسمعوا الخبر كيجي. تمام خويا يوسف، تمام. كيف قلت لك شنو مجموعة العائلات اللي كيتسنى هنا. إلى هنا متابعينا قناة يوتيوب، نشكركم وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء بعد قليل إن شاء الله. إحنا مازال البحث الزياري، إحنا مازال هنا كنتظرونا إن شاء الله يكون كل شيء جديد. نتمنى إن شاء الله يخرجوا الآخرين ويكونوا خرجوا ومشاو هربوا، على الأقل يخرجوا سالمين. هادشي اللي نتمنى. إلى هنا متابعينا في يوتيوب، نشكركم وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء. واخا سي أيوب، واخا سي أيوب، نحن مازال معك. واخا سي أيوب، كتشوفهم على متطبيقات شوف المجموع. إلى هنا متابعينا في يوتيوب، نشكركم وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء. إحنا مازال هنا كنتظروا، مازال ننتظروا، مازال البحث جاري ديال منازل الواقع المدنية. بعد الشمس تقربوا بكم، مازال كيبان البرد الحر، مازال كيبحثوا.
الماجور اللي مستعمل كنشوفو على المطبقة الجدوي هذا بينو بينو ديال الماجور كيف كيستعملو ديال ليسانس كيف كيستعملو بلاتي بلاتي كركا سليم عندك كتشوفو معايا هاد 14 متطوع هاد الحلقة بس لا بس تدخل في حد يبحث الى هنا متابعينا الكرام نشكركم على اللقاء في بيت مباشر اخر ان شاء الله شكرا الى اللقاء حياكم الله مازال البحث جاري هنا